بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الكل ينتظر موقف النادي الاهلي بعد القرار اللي اتخذ النهارده. قرار اللي اتخذ النهارده قرار بان مباراه نهائي دوري الابطال هتلعب في المغرب في استاد او في ملعب مركب محمد الخامس. عايز اقول لحضراتكم وكالعاده وزي ما احنا متعودين، موقف النادي الاهلي الرسمي سيتم الاعلان عنه خلال الايام القادمه، ممكن النهارده ممكن بكره ممكن بعده، هنشوف. ليه؟ لانه النادي الاهلي وكالعاده الحقيقه وزي ما حضراتكم متعودين ان مجلس اداره النادي الاهلي يتأنى تماما في اتخاذ قراراته عشان يقدر ياخد القرار اللي فيه المصلحه العامه لكل جماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي، وبالتالي القرار الرسمي اللي هيتخذه النادي الاهلي هيبان خلال ممكن النهارده ممكن بكره ممكن بعده. اول ما يصدر هذا القرار او هذا الموقف الرسمي من النادي الاهلي هنقوله لحضراتكم مباشره من خلال قناه النادي الاهلي، ولكن اي حاجه هقولها خلال الفتره اللي جايه فهي لازم اتكلم فيها، ولازم انا كرجل اعلامي في قناه النادي الاهلي ان انا اتكلم في هذا الامر. لكن الموقف الرسمي هنشوفه زي ما قلت لكم بعد ما ان شاء الله خلال الايام القادمه هنشوف الموقف الرسمي للنادي الاهلي في هذا الامر. طيب خليني الاول اقرا لحضراتكم البيان الصادر من الاتحاد الافريقي لكره القدم بخصوص المباراه النهائيه لدوري الابطال، اقراه لانه الحقيقه هذا البيان به عوار شديد وكبير، ويعني مش عايز اقول حاجه تانية، ولكن خلينا اقرا بس مع حضراتكم البيان. البيان بيقول ايه حضراتكم؟ انه هاتوا لي البيان الشباب لو سمحتوا لو جاهز عاكو. لغايه لما يحضروا لي البيان، البيان في مجمله مكتوب فيه فقرتين. الفقره الاولانيه بيقول ان المباراه النهائيه في دوري الابطال هتلعب في استاد او في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو. خلاص؟ طيب الفقرة الثانية بتقول ايه؟ أو الفقرة الأخيرة آخر سطرين بتقول ايه؟ إنه سوف يتم دراسة أن تكون مباريات دوري الأبطال أو نهائي دوري الأبطال يرجع مرة ثانية يبقى مباراتين. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. أنا مش فاهم حاجة من البيان ده إطلاقًا. البيان ده أنا مش فاهم منه حاجة، اللي فاهم البيان ده يقوله لي. اللي إحنا فاهمينه إن المباراة النهائية هتلعب يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس، ولا سيتم أو لسه هيبقى في كلام، محدش عارف إن تبقى المباراة مباراتين، ولا ده هيبقى بداية بالسنة اللي جاية. كلام كتير في هذا الأمر الحقيقة مش عايز أتكلم فيه، ولكن اللي عايز أتكلم فيه أكتر وأكتر أن هل كان هناك وعد لنادي معين بعينه في القارة الأفريقية أنه سوف يتم هنخليك تكسب بطولة كأس دوري أبطال إفريقيا في وقت من الأوقات؟ هل كان الوعد ده موجود وبيتم تنفيذه الآن؟ أنا الحقيقة مش عارف، لأنه البيان الصادر بعد كل الكلام اللي احنا بنقوله وبعد كل الكلام مش اللي اسلام الشاطر بيقوله ولا جمهور النادي الاهلي بيقوله ولا مجلس اداره النادي الاهلي بيقوله، ولكن الكلام الصادر من كل افريقيا او من كل واحد عاقل وعنده منطق، من كل واحد عاقل وعنده منطق. هل وعايز ارجع مع حضراتكم بالذاكره لسنه 2005. في 2005 فاز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. جه النادي الاهلي في 2006 فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا. في 2007 انا عايز بس الجيل ده يتذكر، الاجيال اللي حضرت هذه السنين مشجعين للنادي الاهلي يفتكروا. في 2005 خدنا البطوله، في 2006 خدنا البطوله، في 2007 وكانت ستكون المره الثالثه على التوالي للنادي الاهلي ولاول مره في سابقة تاريخية أن يفوز نادي بثلاث بطولات إفريقية ورا بعض. إيه اللي حصل في 2007؟
للجيل اللي بيتذكر هذه المباراة. يعني أنا كنت أتشرف أن أنا موجود في هذه المباراة ذهابا وإيابا، كنت موجود في 5 و6 و7. ففي 7 إيه اللي حصل لو تتذكروا؟ المباراة الأولى في سوسة في تونس، لما محمد بركات، المباراة اللعبة دي كانت قدامي، كانت قدام عيني أنا تحديدا. محمد بركات راح ورقص اللاعب، واللاعب شنكل محمد بركات، وكان من المفترض أنها تحتسب ضرب الجزاء. الحكم صفر وادى البركات إنذار، وكان الإنذار الثاني وما لعبش مباراة العودة، وحسبها ضربة حرة غير مباشرة على بركات. دي كانت المباراة الأولى. يعني بلغة الكرة اللعيب ده موت بركات، والحكم قال إن بركات بيمثل. تمام. وتعادلنا في المباراة اللي هناك، تعادلنا في المباراة اللي هناك 0-0. خلاص؟ طيب. جينا في المباراة الثانية، ده في 2007. جينا في المباراة الثانية كانت في القاهرة، وكان الحكم الدولي كابتن عبد الرحيم العرجون في ذلك الوقت هو حكم المباراة. وإيه اللي حصل؟ كابتن عبد الرحيم العرجون كان احمد شديد قناوي بيلعب باك ليفت في هذه المباراه، وكان له ضربتي جزاء. محمد ابو تريكه كان له ضربه جزاء في هذه المباراه، والمباراه دي انتهت بعد طرد عماد النحاس 3-1 3-1 لفريق النجم الساحلي في ذلك الوقت. احنا جبنا جون، وقام رايح طارد عماد النحاس ودخل فينا الثاني والثالث. افتكروا بس ليه كل الفيلم ده. بعد كده عبد الرحيم العرجون ما سمعناش عنه غير ان هو بيعتزل بعدها بسنه ولا بسنتين، اعتزل التحكيم تماما. ورجعنا في 2008 ضد القطن الكاميروني في الكاميرون، خدنا البطوله. افتكروا بس الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. طب انا بقول ليه الكلام ده دلوقتي؟ بقوله لانه النادي الاهلي فاز بالبطولة رقم 9، أهلي وزمالك القاضية ممكن 2020، البطولة العشرة 2021، 4-0 في النهائي أمام كايزر تشيفز في السنة اللي فاتت. ثم الأهلي على أعتاب أن يصل للمباراة النهائية النهاردة أو في هذه البطولة. لسه طبعا مباراة، كسبت المباراة الأولى 4-0، والمباراة الثانية هتبقى في الجزائر كمان كام يوم. فإيه اللي يحصل؟ ها؟ قولوا أنتوا بقى. لأنه من الممكن جدا أن يكون هناك، أو أنا بفكر، أنا قاعد، أنا راجل أهلاوي وقاعد بفكر، هل من الممكن أن يكون هناك وعد خده فريق معين بيتم تنفيذه على حساب النادي الأهلي دلوقتي؟ مش هيعرف يكسب بره، فبيودوا له المطوشه على ارضه مثلا. انا بفكر مع حضراتكم، هل ده ممكن؟ هل الموضوع وعدم التنظيم وعدم الوضوح، ده اللي انا اقدر اقوله وانا على الشاشه، عدم التنظيم وعدم الوضوح يوصلنا لكده؟ هل الاتحاد الافريقي اللي دلوقتي هو ترند رقم واحد على تويتر في العالم كله، مش في افريقيا ولا في مصر، في العالم كله رقم واحد، ستوب كاف كوربشن، اللي هو ده الترند رقم واحد، مش أنا اللي بقوله، هو موجود. يعني لو فتحت تويتر هتلاقي الترند رقم واحد فيه كده. الكلام اللي أنا بقوله ده كله، كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده، نقعد نفكر فيه إحنا كأهلاوية، هو ليه بيحصل الموضوع ده كله؟ وإحنا امبارح عاملين حلقة كاملة، مش إحنا، كل الأهلوية من امبارح عاملين نفسنا نلعب المباراة النهائية في ملعب محايد. أنا لا أريد شيء، أنا كأهلاوي أنا مش عايز حاجة. ما أنا ممكن أتغلب لو رحت لعبت في السنغال، ولا رحت لعبت في هنا، ولا رحت لعبت هنا، ما أنا ممكن أتغلب، ولكن أنا عايز حقي، أنا بدور على حقي، أنا بدور على العدالة. لكن مين يكسب دي حاجة بتاعت ربنا. لكن اللي بيحصل ده مش ممكن، اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. احد الصحفيين النيجيريين، معرفش لو التويتر معاكم يا جماعه حطوها، بيتساءل هو ما فيش دوله افريقيه تقدر تستضيف النهائي غير المغرب. على فكره انا ماليش علاقه، المغرب من اقرب الناس لقلوبنا، ونادي الوداد ده واحد من اكبر الانديه في افريقيا وفي العالم العربي وكل الكلام، والعلاقات طيبه جدا 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 ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد. ولكن
دي التويته الاول اللي كان بيتكلم فيها احد الصحفيين النيجيريين، ان هو معناها صحفي نيجيري بيقول لك كيف الاتحاد الافريقي ان يلعب نهائيين متتاليين في المغرب؟ لا يوجد بلد اخر في افريقيا يمكنها استضافه نهائي دوري الابطال، هذا عار وعار على الاتحاد الافريقي. ده واحد نيجيري ولا له دعوه بالاهلي ولا له دعوه بالوداد ولا له دعوه بحد خالص، ولكن هو منطق بيتكلم بيه، واحد عنده منطق فبيتكلم بيه. انا ماليش دعوه، طلع لي المغرب بره الموضوع، طلع لي الوداد بره الموضوع، انا ما بكلمش على الـ هذا البلد الكبير، هذا البلد الشقيق، نادي كبير وهيظل دائما نادي الوداد نادي كبير، ولكن انا بدافع عن حقي زي ما هو من حقه ان هو يدافع عن حقه ويعمل كل الطرق علشان يروح يلعب في ملعبه، ما عنديش اي مشكله، ولكن يعني هل يصل عدم الوضوح وعدم النظام، معلش انا اسف انا مش هقدر اقول اكتر من كده، انا على الشاشه فمش هقدر اقول اكتر من كده، ان هو يصل الموضوع لان احنا قبل بدايه المباراه النهائيه ب 20 يوم اخد قرار بان المباراه النهائيه هتتلعب في دوله من الممكن جدا وبنسبه 90 95% ان تكون طرفا في المباراه النهائيه؟ طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اهو على فكره ده على تويتر، ده مش عندي، ده مش اسلام، ده تويتر 511 الف تويته ستوب كاف كوربشن، مش انا، ده الاتحاد، ده على تويتر، اي حد هيفتح تويتر هيلاقي الترندنج رقم واحد هو ده، لان انا اعتقد في مثل هذه الاحوال الكل بيقف مع المنطق والحق والعداله، مع المنطق والحق والعداله. انا مش عايز حاجه، على فكره انا ممكن اتغلب والله، ممكن يحصل وان النادي الاهلي يتغلب، ده هنبقى نتكلم فيه بعدين، لكن اين العداله من اللي بيحصل؟ هو ليه انتوا بتعملوا فينا كده؟ هو ليه انتوا بتطلعوا لسانكم للناس؟ يعني حاجه غريبه جدا وقرار غريب في توقيت غريب جدا، في توقيت غريب جدا. وبعدين السيد رئيس نادي الوداد المغربي في تصريحات امبارح مش اول امبارح، بيقول خلاص القرار اتاخد ونسبه التصويت 100% او يعني 16-9 لصالح المغرب، وان المباراه هتلعب في المغرب. النهارده البيان طالع فيه ان السنغال انسحبت من امام المغرب، والسيد رئيس نادي الوداد بيقول امبارح انه ده ما حصلش، او الصحف في المغرب بتقول ان ده ما حصلش. فالحقيقه تضارب غريب جدا واشياء غريبه جدا بتحصل، هل ده ممكن يودينا ان احنا نفكر في طاقم التحكيم؟ طيب انت بتعمل، او الاتحاد الافريقي، انا كاهلاوي دلوقتي وانا بفكر في ايه؟ انا كاهلاوي بفكر في ايه؟ بفكر انه هو ممكن اللي يكون بيحصل ده كله والقرارات اللي بتتخذ ده كله علشان النادي الاهلي ما ياخدش البطولة الثالثة على التوالي، إن شاء الله يا رب ما ياخدش البطولة الثالثة على التوالي، وهي إهداء أو بتروح لنادي آخر بعينه، أنا الأهلاوية هنفكر كده. طيب بما إنك بتعمل كده مع الملعب، فهل من الممكن أن نصل إلى التحكيم؟ أنا مش عايز أتكلم دلوقتي لأنه حتى الآن النادي الأهلي مش طرف في المباراة النهائية، النادي الاهلي 70 80 90% في المباراه النهائيه ولكنه ليس طرف، ولكن موضوع التحكيم ده هنتكلم فيه بعدين، هنتكلم فيه بعدين لان انا عندي حاجات كتيره جدا هتكلم فيها، ولكن كله في وقته، كل الملفات هيتفتح التحكيم الافريقي وايه اللي بيحصل والجمهور وتسهيل الاجراءات والاعداد، وهنفتح كل الكلام ده بس كله في وقته، ولكن محدش يجي يقول لي الفار عطلان، بعدين الكلام ده، ولكن دلوقتي انا بتكلم في كيف يصدر قرار بهذا الظلم، وكل المنطق والواقعيه بتقول ان كان يجب حتى لو لم تتقدم اي دوله علشان غير المغرب فقط علشان تلعب هذه البطوله او يلعب على ملاعبها المباراه النهائيه، كان يجب ان يكون هناك قرار من الاتحاد الافريقي ان الاربع دول اللي وصلوا للدور قبل النهائي يتم استبعاد ملاعبهم، وحضرتك
لو رحت جنوب افريقيا قلت لهم انا عايز العب عندكم المباراه النهائيه هيقول لك تعالى، لو رحت تونس وقلت لهم انا عايز العب المباراه النهائيه هيقول لك تعالى، لو رحت السنغال وقلت لهم هيقول لك تعالى، لو رحت هنا ولا هنا ولا هنا. يا اخي خلي اي لو انت مش قادر تتواصل على راي الصحفي النيجيري يعني ما فيش، لو كانت في مصر كنت هقول كده، ما فيش غير في مصر يعني. العبها في قطر زي السوبر الافريقي. اشمعنى وانا الحقيقه وانا بدور انا وزمايلي في الاعداد من كام سنه، من سنتين تقريبا، كان هناك مباراه للسوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا ونادي نهضه بركان بطل الكونفدراليه 2020. طيب ايه اللي حصل؟ كان الكابتن محمد فضل عضوا لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الثلاثية، اللجنة الخماسية التي كانت بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم، وعندما سئل على مكان إقامة المباراة كشف، أهو أنا جبت لحضراتكم، كان في جريدة الشروق الكابتن محمد فضل قال السوبر الإفريقي سيلعب يوم 10 ديسمبر، فين يا كابتن فضل؟ في القاهرة. والاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه في ذلك الوقت قال هذا الكلام، كشف محمد فضل عضو لجنه الاداره اتحاد كره القدم الذي سيقام في القاهره حسبما قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف. وقال فضل في تصريحات تلفزيونيه لقناه صدى البلد مباراه كاس السوبر الافريقي ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في القاهره، واضاف هو موعد مباراه السوبر في ظل الارتباطات المكثفه. ايه اللي حصل بعد هذا التصريح؟ هتقولي اللي حصل بعد كده يا شباب. انا بجيب لحضراتكم وقائع مسجله وموثقه وقرارات للكاف برضه، بس اتغيرت عادي خالص. اتغيرت عادي ليه؟ مش عارف. نهضه بركان يعلن رفضه مواجهه الاهلي في السوبر الافريقي باستاد القاهره، على الرغم من ان العرف المتداول في افريقيا في العشرين سنه الاخيره ان الماتش بيتلعب، ماتش السوبر بيتلعب في ملعب بطل الدوري، وكان في كورونا واجراءات احترازيه وكلام من هذا القبيل. هل عندما يعترض نهضه بركان يحق له الاعتراض؟ نهضه بركان نادي كبير وعظيم وعلى دماغي، لا اقصد شيء، ولكن هل عندما يعترض نهضه بركان ورئيسه اللي هو رئيس يعني اللي هو جزء من الاتحاد الافريقي او يعني رئيس الاتحاد المغربي في رئيس نادي او اكبر مشجع لنهضه بركان هو رئيس الاتحاد المغربي وكان رئيسه لفتره طويله جدا الاستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم، هل عندما يعترض فريق نهضة بركان اللي لو بصينا لبطولاته وهو نادي كبير وعظيم، انا بتكلم بالارقام، لو بصينا لبطولاته الافريقيه لا تصل الى، في غير الكونفدراليه مره واحده تقريبا، يعني انا ما بصيتش لكن تقريبا ما فيش غير الكونفدراليه مره واحده، ولكن عندما يعترض النادي الاهلي على شيء منطقي، انا مش عايز حاجه، انا كل اللي انا عايزه ان انا، هو النادي الاهلي لسه ما نعرفش موقفه الرسمي هيبان خلال الايام اللي جايه، ولكن انا كواحد من الجمهور الحقيقه عندي حرقان، يعني مش عايز اقول لحضراتكم الواحد من ساعه ما سمع الخبر ده وهو متضايق قد ايه. طيب ايه اللي حصل في ماتش السوبر ده؟ اتاجل ست شهور، كان في مايو، اتلعب في مايو 2021 في قطر. انا بقول لحضراتكم حقائق، انا ما بقولش حاجه تانية لغايه دلوقتي، انا ما بقولش حاجه تانية. وزي ما سألت سؤال في الأول، هل كان هناك أحد الأندية تم وعده بأن هنعوض لك المباراة دي النهائية دي وبالتالي ده بيحصل دلوقتي؟ أنا بسأل، معرفش، أنا معرفش إيه الإجابة ومعرفش هل ده صحيح ولا مش صحيح. طب ممكن بس أوري لحضراتكم في خمس دقايق بالظبط هو إيه اللي بيحصل في أوروبا؟ معلش أنا آسف. في اوروبا والدول المتقدمه على راي استاذنا الكبير في استاذ عادل امام في الارهاب والكباب، في اوروبا والدول المتقدمه في اخر خمس سنين مثلا،
خليني ابدا بنهائي 2017 لدوري ابطال اوروبا، كان ريال مدريد واليوفي. تم تحديد ملعب ميلينيوم ستاديوم في كارديف لاستضافه النهائي من يوم 30 يونيو 2015. بتقول ايه يا عم اسلام؟ اه والله العظيم ثلاثه. قبلها بسنتين قبل ما يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا 2017 تم اتخاذ ان المباراه دي هتتلعب في الملعب ده يوم 30 مايو 2015. طب في 2018 ريال مدريد بيلعب ليفربول. طب المباراه كانت بتلعب في الملعب الاولمبي في كييف اللي كان في اوكرانيا او في اوكرانيا. طيب متى تم تحديد هذا الملعب؟ 15 سبتمبر 2016، يعني قبلها بسنتين مش باسبوعين. ولما عرفت مين اللي هيلعب او مين الاقرب ان هو يلعب في النهائي، في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019 ليفربول وتوتنهام، كان ملعب اتلتيكو مدريد هو اللي هتلعب عليه المباراه. امتى تم اتخاذ القرار؟ يوم 20 سبتمبر 2017، يعني قبلها بسنتين. دوري ابطال اوروبا 2020 استثنائيه بسبب الكورونا في البرتغال، اتعملت دوره مجمعه لكن المفروض تلعب في تركيا. بعيدا عن الاستثناءات، بعيدا عن الاستثناءات، اوروبا نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 كان في البرتغال. كان ليه في البرتغال؟ لانه كانت البرتغال باعتبارها ضمن القائمه المتاح السفر ليها لفرق انجلترا. طب خد المفاجاه دي، نهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي متحدد بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه ان هو هيتلعب في فرنسا. المباراه السنه دي كانت هتتلعب في روسيا، ولكن بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه المباراه اتغيرت وهتتلعب في فرنسا في باريس. نهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه، اللي هو مش السنه دي، السنه اللي جايه، السنه دي اللي هو هيلعب 28/5 ليفربول هيلعب ريال مدريد في فرنسا في باريس. السنه الجايه في 2023 النهائي هيلعب فين؟ في اسطنبول في تركيا. طب في 2024 في ويمبلي في انجلترا. طيب طلع ليفربول بيلعب ريال مدريد، هيتلعب هناك. 2025 متحدد اليانز ارينا في المانيا. هي دي النزاهه، هو ده اللي بنتكلم فيه. لو المباراه دي كانت تم اتخاذ القرار فيها من ساعتها، من قبل بدايه المباريات يا اخي، من شهر ونص شهرين قبل ما نعرف مين اللي هيلعب في النهائي، ولا كان حد اتكلم. تقريبا السنه اللي فاتت حصل كده، يعني تحدد المغرب من بدري ما حدش اتكلم. هو مين كان هيقول ان كايزر تشيفز هو اللي هيخرج الوداد السنه اللي فاتت؟ ما حدش كان يتوقع هذا الامر، ولكن الاهلي لم يعترض لانه كان. لكن دلوقتي ولغايه دلوقتي احنا ما نعرفش الموقف الرسمي للنادي الاهلي هيكون ايه خلال الكام يوم اللي جايين، لكن انت المنطق العقل بيقول كده. قبل السيمي فاينل بثلاث ايام ولا باربع ايام بتقول لي ان اللي هيلعب المباراه النهائيه هتلعب في مركب محمد الخامس في المغرب الساعه كذا، وطرفيها الاقرب نادي الوداد المغربي ونادي الاهلي المصري. كرة القدم فيها كل شيء، محدش عارف ايه اللي هيحصل في المباراتي العودة، ولكن الوداد كسبان بيترو اتلتيكو في انجولا 3-1، والنادي الاهلي كسبان وفاق سطيف في مصر 4-0. كرة القدم فيها كل شيء، ولكن الاقرب الاهلي والوداد. طب ايه اللي هيحصل في المباراة دي؟ حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وبرضو حاجة غريبة جدا بتدفعني ان انا أبص للنظرية كأنها نظرية المؤامرة. هو مين أفضل حكم في أفريقيا؟ أو أفضل واحد من أفضل الحكام في أفريقيا مين؟ فيكتور جوميز. فيكتور جوميز هو اللي حكم مباراة الذهاب. فأنت حطيته في مباراة الذهاب، فبالتالي مليون في المية مش هتلاعبه المباراة اللي جاية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ واحد من افضل الحكام. طب خلي الحكام، يعني المباريات القادمه مباريات مهمه وكبيره وكل حاجه، ولكن في حكام تانية تقدر تشيل هذه المباريات. لكن انت بتحط كمان الحكام اللي ممكن يكونوا موجودين، ده قصه تانية هنتكلم فيها، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشوف اللي هيحصل ايه في مباراتنا مع وفاق سطيف، وهنشوف المباراه التانية هيحصل فيها ايه ونبقى نتكلم في هذا الامر.
انا اسف مصطفى غربال كان في الذهاب وفيكتور جوميز كان في الاياب اللي هو هتتلعب المباراه اللي جاي. اتنين من احسن وافضل الحكام في افريقيا حكموا مباراه الذهاب للوداد ومباراه العوده للوداد، كده خرجوا من النهائي الاتنين دول. هنروح بقى لبكاري والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، حاجات ما هو ده اللي هيخليني افكر في هذا الامر. عشان كده الهاشتاج اللي موجود على تويتر زي ما حضراتكم شايفين، ما هو لما تبقى لهذه الدرجه الموضوع واضح، ايه يا جماعه ده؟ عفوا، ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ هو الهاشتاج ده اتحط كده لوحده؟ لا طبعا، من احساس جمهور الاهلي بالظلم والمعاناة وعدم الوضوح. هو ده اللي انا، معلش انا اسف يا جماعه اعذروني والله، بس هو ده الكلام اللي انا هقدر اقوله، مش هقدر اقول اكتر من كده. 560 الف تويته لحد دلوقتي، 560 الف تويته لحد دلوقتي عايزين النادي الاهلي ما ياخدش البطوله الثالثه على التوالي زي ما حصل في 2007. انا قلت الكلام اللي انا قلته ده، التالتة على التوالي دي، افتكروا بس الكلام اللي احنا بنقوله هنا دايما في البيت الكبير، التالتة على التوالي دي في ناس كتيرة جدا هتبقى واقفة ضدها. وفكرت حضراتكم ايه اللي حصل في 5 و6 و7 و8، قلتها قبل كده من بدري. ليه؟ لانه اللي احنا بنشوفه ده ظلم بين، ظلم بين. مش عارف الحقيقة، معلش انا اسف جدا، لانه الواحد من جواه متضايق جدا جدا جدا. يا اخي اديني العداله، زي هنا ما احنا بنقول هنا ايه، احنا بنقول يا جماعه للحكام كلهم ادونا العداله، اللي يكسب الدوري يكسبه هنقول له مبروك طالما هناك عداله على كل الفرق على 18 فريق، ولكن ما تدينيش عداله وما تدينيش منطق حتى في التفكير. وبعدين تيجي تقول لي اصل المباراه النهائيه ما حدش تقدم او السنغال انسحبت، وبعدين يجي رئيس النادي يقول كلام مختلف يقول لك لا ده التصويت، وبعدين يرجع مره تانية يتقال ان ما فيش تصويت، وبعدين يجي كلام متضارب وحاجات متضاربه، وحاطط لي اثنين حكام احسن او افضل اثنين ثلاثه حكام موجودين في القاره حاططهم لمباريات الذهاب والعوده في الدور قبل النهائي، يعني معنى كده ان انت مش هتحطهم في النهائي. وقبل كده في صور بتورينا ان هناك قد يكون، انا بسال ده سؤال عابر، أنا بسأل سؤال عابر، هل هناك وعد لفريق معين خلال الفترة الأخيرة بأن هو هنتقلقش هنظبط لك الدنيا؟ أنا بسأل ده سؤال، معرفش إجابته إيه ومعرفش هل هو سؤال صح ولا غلط. كل الكلام ده نحطه على بعضه يجي في الآخر الترند اللي حضراتكم شايفينه ده ب 560 ألف تويتر في أقل من ساعة ولا ساعتين. وبالمناسبة لائحة البطولة المفاجأة كبيرة جدا، مفيش حاجة اسمها تصويت في المكتب التنفيذي، ملفات بتتقدم ها، ولجنة لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي هي اللي بتختار مين اللي يلعب. ده جديد موضوع التصويت ده، ما انا بقول لحضراتكم عمالين نسمع في كلام متضارب وكلام من هنا وكلام من هنا، محدش بيطلع يتكلم. ده حتى البيان اللي مطلعينه مطلعين في جزء اول ان انت المباراه النهائيه هتتلعب يوم 30 مايو، والجزء الثاني احنا بندرس نشوف المباراه هتتلعب على ماتشين، المباراه النهائيه تبقى ترجع ماتشين ثاني ولا لا. طب ده امتى، السنه دي ولا السنه الجايه؟ مفيش توضيح لاي حاجه، هما الكلمتين اترموا ويلا ونشوف اللي هيحصل ايه. كلام عكس بعضه وكلام متضارب ومؤامرات بتتقال ان بيتقال ان هي بتحصل وكلام كتير جدا بيتقال، ولكن في النهايه نيجي نبص نشوف جمهور النادي الاهلي حط الترند ده رقم واحد بسبب ايه؟ بسبب كل الكلام اللي انا بقوله ده واللي انا عمال اعيد فيه وازيد فيه. لانه هذا الكلام 500، مش انا اللي بقول، 589 الف تويته تريندنج ستوب كاف كوربشن، غالبا هنوصل المليون قبل الحلقه ما تخلص، وانا مكمل وهنفضل مكملين، لانه كل اللي انا عايزه العداله العداله العداله، كل اللي انا عايزه ان يكون هناك كلام منطقي.
من فضل حضراتكم عايزين ندخل على انا امبارح عملت هاشتاج مباراة النهائي في ملعب محايد او النهائي في ملعب محايد، وبقينا ترند رقم 2 أو 3 بسرعة جدا في اقل من نص ساعة. وبعد كده النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، عشان كنا قاريين المشهد من بدري وبنحاول نزق مع حضراتكم. فالحقيقة كلنا كأهلوية عايزين نشوف منطق وعدالة في أي حاجة. يعني اطلع قول لي والله يا إسلام إحنا، أو مش إسلام يعني، والله يا جماعة حصل 1 2 3 وتم الاختيار بناء على كذا وبناء على كذا، عايزين حد نتناقش معاه. لكن حتى البيان اللي حضرتك حطه عكس بعضه، حتى البيان اللي محطوط أو اللي صدر للجهات الإعلامية حضرتك حطه عكس بعضه، مش كده يا جماعة؟ الحقيقة من الحاجات المفزعة برضو بالنسبة لي أن يكون هناك إصرار على عدم الوضوح، إصرار على عدم الوضوح. أنا عايز أفضل مش مبين لك إيه اللي بيحصل. إشمعنى النهاردة صدر القرار؟ ها؟ إشمعنى النهاردة؟ وإشمعنى صدر في المغرب؟ انتوا عارفين مركب محمد الخامس ده العقوبات اللي كانت عليه قد ايه؟ من شغب الجماهير في اخر فتره بس، ها؟ حاجات كتيره جدا وعقوبات كتيره جدا هنحاول نجيبها لحضراتكم دلوقتي من الفيفا ومن الكاف. الاتحاد الافريقي وقع غرامه قبل مواجهه الاهلي $8000 على مركب محمد الخامس بسبب القاء الجماهير للشعب الاصطناعي اللي هي الشماريخ على ارضيه الملعب في مباراه شباب بالوزداد الجزائري. ادي رقم ده بسرعه، ده انا ده دلوقتي انا افتكرت دلوقتي فقلت لهم اعملوا لي كذا كذا دلوقتي. غرامه من الفيفا على الاتحاد المغربي بسبب شغب الجماهير في مركب محمد الخامس. انا لو جبت ده في ماتش الكونغو في كاس العالم، لو انا جبت 30000 فرنك سويسري، لو انا جبت لحضراتكم كل العقوبات اللي حصلت في السنتين ثلاثه الاخيره بتقعد تضحك. طب يا جماعه سنتين ورا بعض وعقوبات كثيره جدا على هذا الملعب وعلى اللي حصل، وشفنا اللي حصل في ماتش الاهلي والرجاء والتدافع الجماهيري واللي حصل واللي ما قبل المباراه وما بعد المباراه والشماريخ والليزر واللي بينط من ورا واللي بينط من هنا واللي زي ما حضراتكم شفتوا الحاجات دي كلها. ولكن في النهايه النادي الاهلي ولانه هو كبير افريقيا خلاص العلاقات الحمد لله زي بعيدا عن كل الكلام ده كله، العلاقات هتفضل علاقات. احنا في الاخر هنلعب ماتش كوره، ولكن عايزين نلعب ماتش كوره في جو عادل، في جو عادل وليس مجرد مباراه وعايز اخلص منها او وعد اديته لحد. انت اللي بتوصلني ان انا اقول كده كاتحاد افريقي، انت اللي بتوصلني ان انا كاهلاوي كواحد اهلاوي اتكلم بهذه الحرقه ان في مؤامرات بتحصل وان في كذا وكذا بيحصل. ما انا جبت لحضراتكم اهو في 5 و6 افضل فريق في افريقيا هو النادي الاهلي، كسب 5 وكسب 6 2005 و2006 بطوله دوري ابطال افريقيا. في 2007 تم ظلمك على ارضك، واللي شاف المباراه دي من الجيل اللي بيتفرج عليا دلوقتي هيبقى عارف ان ظلم بين حصل في المباراه. هقول لك بلاش المباراه الاولى، في المباراه الثانيه من عبد الرحيم الكابتن عبد الرحيم العرجون اللي بعد كده اعتزل كرة القدم، برضو ده سؤال حاجة اعتراضية في النص. بعد نهاية الخدمة بيبقى دايما في مكافآت. هل انتوا عايزين تعملوا معانا كده تاني؟ الزمن غير الزمن والامور غير الامور، ولكن هل هناك اتجاه معين للنادي الاهلي ما ياخدش البطولة الثالثة على التوالي؟ هل ده ممكن يكون اتجاه؟ معرفش. كل دي اسئلة الايام القادمة. انا موجود كل يوم الفترة اللي جاية، النهار بكرة موجود إن شاء الله، وكل قناة الأهلي هتشتغل على هذا الأمر. عفوا، كل الناس هتشتغل على هذا الأمر، إنه يا جماعة أنا عايز العدالة فقط لا شيء آخر. ممكن أتغلب، هتغلب بقى ودي هتبقى عندي حاجة فنية تغلب لا قدر الله، لو حاجة كذا تقصير من فني أتكلم أنا ومع لاعبتي ومع جماهيري، لكن يبقى في عدالة بالنسبة لكل الفرق المشاركة، لكل الفرق المشاركة. اتمنى زي ما قلت لكم انا بس هعيد الجزء ده مره ثانيه لانه مهم، ان الموقف الرسمي للنادي الاهلي
هنشوفه خلال الايام القادمه كالعاده، وبالاسلوب الطبيعي اللي بنشوفه دايما النادي الاهلي بيفكر وبيتأنى، مجلس اداره النادي الاهلي بيفكر جيدا جدا علشان يصل الى القرار اللي مجلس الاداره اللي حضراتكم بتضعوا ثقتكم فيه يختار الموقف اللي هيشوفه مناسب لمصلحه النادي الاهلي ولجماهيره. هننتظر الموقف الرسمي للنادي الاهلي. طب ايه اللي انت قلته كله ده يا اسلام الفتره؟ انا بقول له كاهلاوي، كاهلاوي عندي شاشه بطلع اتكلم فيها بقول هذا الكلام، واعتقد اللي انا قلته ده كل اهلاوي، كل اهلاوي بيفكر بنفس التفكير اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم. عرفت برضو بيقولوا لي دلوقتي ان الاتحاد المصري بيحاول ان هو، او قولوا لي يا جماعه الاتحاد المصري عمل ايه؟ الاتحاد المصري قال هنرفض القرار ده لانه، وهنبعت للكاف تاني وهنخاطب عشان نساند الاهلي ان هو يلعب على ملعب محايد، وان هذه المباراه يوم 30 مايو تتعارض مع مباراه، اول مباراه لنا في تصفيات امم افريقيا امام غينيا يوم 2 يونيو. لكن هو ممكن في الاتحاد الافريقي ياجلها لك ليوم 4، ما فيش مشكله، ما عندوش مشكله يعني. فده موقف رائع من اتحاد كره القدم الحقيقه، الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. موقف جيد من اتحاد كره القدم ان يتم مسانده النادي الاهلي. عارفين ليه يتم مسانده النادي الاهلي؟ لان المنطق بيقول كده. ما فيش منطق بيقول ان انا ادي لدوله حتى لو كانت مصر. ما ينفعش ادي لمصر السنه دي دوري ابطال افريقيا، والسنه الجايه دوري ابطال افريقيا، والسنه اللي بعدها دوري ابطال افريقيا، والسنتين اللي قبلهم الكونفدراليه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ 54 دوله في افريقيا، مفيش غير المغرب اللي بتعرف تنظم، او هي اللي بتنظم سنتين متتاليتين، وقبلهم كونفدراليه. انا متاكد ان المغرب عندها قاعده جماهيريه و تنظيميه رائعه جدا وناس على دماغنا من فوق، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر. ولكن انا بتكلم حتى لو على مصر، انا اهو عشان بس ما العالم كله اتفرج لما نظمنا بطوله افريقيا كانت مصر عامله ازاي. ولكن برضو نفس الكلام، هو يعني لو مصر نظمت هنا وهنا عندما تريد ان انت تلحق حاجه زي ما حصل في بطوله افريقيا، مش اللي فاتت دي اللي قبلها اللي كانت في الكاميرون، والكاميرون ما كانتش جاهزه، الكاف اتزنق بمعنى اتزنق. عمل ايه؟ راح لمصر قال لهم، قالوا له اتفضل طبعا، ده احنا كبير افريقي. هو ده الفارق اللي انا بتكلم فيه. في اربع شهور فقط العالم كله اتكلم على تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه في ذلك الوقت في 2019 للجزائر خدتها. طب يعني ايه المطلوب تاني غير ان احنا يكون عندنا منطق وعداله في الحكم على اي شيء؟ من فضل حضراتكم العداله واجبه، وزي ما قلت لحضراتكم كل جمهور النادي الاهلي اللي وصل 600,000 تويته ولا 700,000 تويته اللي موجودين دلوقتي على تويتر، تقدر تخش تشوف الترند اللي موجود رقم واحد على تويتر، هو ده بيقول ان كل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره الافريقيه، مش بس جمهور الاهلي، لانه هو شيء غير منطقي. احنا بنتكلم في حاجه غير منطقيه وبعيده عن المنطق. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع لحضراتكم علشان نستعرض اخبارنا، اخبار البيتكاست. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعثه النادي الاهلي تغادر الى الجزائر غدا لمواجهه وفاق سطيف باياب قبل نهائي دوري الابطال. تغادر القاهره بعثه فريق كره القدم بالنادي الاهلي بعد ظهر غدا متوجها الى الجزائر استعدادا لمواجهه فريق وفاق سطيف في اياب قبل نهائي دوري الابطال الافريقي. ان شاء الله المباراه ستقام يوم السبت المقبل. ان شاء الله الاهلي يعود للتدريبات غدا باستاد مختار تيتش على ان يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق القائمه التي ستغادر الى الجزائر، وتنتقل بعدها البعثه الى مطار القاهره لتغادر الجزائر في طائره خاصه خصصتها اداره النادي لتوفير كل سبل الراحه للفريق في رحله التاهل لنهائي افريقيا. ويترأس البعثة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على أن يرافقه كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة، بجانب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.
زي ما حضراتكم شايفين خلاص النادي الاهلي دلوقتي بيوجه كل طاقته علشان المباراه القادمه، المباراه القادمه البعض طبعا هي مباراه الاقرب في الوصول للمباراه النهائيه هو النادي، خلينا نكون واقعيين طبعا هو النادي الاهلي، ولكن صدقوني كره القدم فيها اشياء كثيره جدا، يجب ان انت تكون مركز كلاعب وكاداره وكجهاز فني، لازم تكون مركز في المباراه بنسبه 500%، 500% لازم تركز في هذه المباراه، لان مثل هذه المباريات هي في الاخر المباراه دي هي اللي هتوديك للمباراه النهائيه، هتتعب في المغرب، مش ده اللي يشغلنا ومش ده اللي نبص له دلوقتي كلاعبين وكجهاز فني، بعدين نشوف المباراه اللي جايه ربنا يكرمنا بس ونصل للمباراه النهائيه، وبعد كده بقى هنتكلم عن الشواهد. والله يا جماعه النتائج بتطلع من ايه؟ من شواهد قبليها بتحصل، شاهد 2 3 4 بتوصلك لنتيجه. هو احنا ليه بنفكر كده؟ لانه الشواهد على مدار السنتين ثلاثه الاخيره ان هناك اتجاه معين. الشواهد اللي حصلت قبل كده بتقول ايه؟ ان انت في 5 خدت البطوله، 2005 خدت البطوله، 2006 خدت البطوله، جيت 2007 ظلم بين من التحكيم الافريقي سواء في تونس او في مصر، وخسرت البطوله للمره الثالثه على اللي كنت من المفترض ان انت تاخدها المره الثالثه على التوالي، وكنت الاقرب وكنت الافضل وكنت كل شيء، لكن خسرت هذه البطوله. عشان كده دايما بنتكلم بحرقه في هذا الامر الحقيقه. في مباراه الذهاب الاهلي يسيطر على التشكيل المثالي للاتحاد الافريقي. 6 لاعبين من خلال الاتحاد الافريقي، اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف التشكيل المثالي لجوله الذهاب بنصف نهائي بطوله دوري الابطال، وضم التشكيل المثالي 6 لاعبين من النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين من اول بقى محمد الشناوي، علي معلول، اليو ديانج، حمدي فتحي، بيرسيتاو، كل اللاعبين الحقيقه اللي موجودين، 6 لاعبين موجودين في التشكيله الرئيسيه لدوري ابطال افريقيا، التشكيل المثالي لدوري ابطال افريقيا. الهجوم برضو هتلاقي محمد طاهر متواجد في هذه التشكيله. هدف يفصل محمد شريف عن اعتلاء عرش هدافي دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي، حتى في ظل اللي البعض بيردد ان هناك ازمه بيمر بيها محمد شريف، ولكن محمد شريف زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله لو جاب هدف في المباراه اللي جايه او المباراه اللي بعدها ان شاء الله ان شاء الله يكون الهداف دوري ابطال افريقيا للسنه الثانيه على التوالي. خلينا نعود بقى لمباريات الدوري مره اخرى. مقاولين العرب بيتعادل مع إيستن كامباني في الدوري العام المصري 1-1، وفاركو بيفوز على فيوتشر بهدف هو الأسرع في الدوري. زي ما حضراتكم الحقيقة فوز النادي الأهلي امبارح ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد وتأهله إلى كأس العالم اللي هتلعب في السعودية إن شاء الله تعب ناس كتير قوي. ناس كتير قوي متضايقه من الموضوع ده، ناس كتير قوي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا متضايقين قوي، زعلانين قوي، يقول لك انتوا فرحانين كده ليه؟ فرحانين قوي واول مره تفرحوا من زمان يعني معلش انا هعذرك، مش هرد عليك، مش هرد على حد يعني. ليه؟ لانه اولا الهزيمه وحشه طبعا، طبعا الهزيمه وحشه، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه. البطوله اللي عايز ياخدها، تخيل حضرتك كده النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه لكره القدم، النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه لكره لكره اليد، فده مخلينا مبسوطين فرحانين فخورين، مخلي بعض من لا يشجع النادي الاهلي من امبارح انا شايف كلام الحقيقه بقعد اضحك، والله بقعد اضحك بس ما بعملش حاجه ثانيه، لكن في النهايه مبروك لرجالتنا، مبروك. خليكم تكلموا على كهربا واللي بيحصل مع كهربا، وهو ده الاخر يعني. كهربا اتكلموا عليه خلال اليومين اللي فاتوا اكتر من مباراه نهائي السوبر الافريقي في كره اليد يعني، فمعلش ما عنديش مشكله والله، ما بزعل ولا بتضايق، قول اللي انت عايز تقوله، كل واحد بيبقى عنده حاجه جواه وعايز يقولها بيقولها في مثل هذا التوقيت،
في مثل هذا التوقيت. فألف مبروك لرجالتنا مرة تانية، وإن شاء الله بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي إن هو يفوز بهذه البطولة. أرجع تاني بقى لسلبية مسحة بعثة يد الأهلي قبل خوض منافسات بطولة الكؤوس الإفريقية. إن شاء الله السلة كمان عندنا مباراة بكرة مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة، مباراة تانية في نهائي في نهائي الدوري بيتلعب من 5 مباريات. المباراة التانية بكرة النادي الأهلي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري على صالة كابتن حسن مصطفى، وإن شاء الله المباراة مذاعة على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي. وبرضو هنجيب لحضراتكم، أو إحنا دائما ما بنكون متواجدين مع أصدقائنا ومع زملائنا ومع أخواتنا في النيجر الحقيقة علشان بطولة الكؤوس الإفريقية اللي هنقولها لحضراتكم أو هنقول لحضراتكم اللي بيحصل فيها بالنسبة لكرة اليد وأيضا الكرة الطائرة، وإن شاء الله قد تكون هناك يعني مفاجآت أقولها لحضراتكم خلال الأيام القادمة بالنسبة لكل هذه الأمور. عندي النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة عندي واحد من النجوم الحقيقة اللي كانت متواجدة في النادي الأهلي على مر سنوات طويلة جدا وخد بطولات كثيرة جدا مع النادي الأهلي، وحمل بالمناسبة دوري أبطال إفريقيا سنة 2008، ملحقش 2007 والظلم اللي حصل في 2007، ولكنه كان متواجد في 2008 وشال بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفريق العظيم للنادي الأهلي في ذلك الوقت زيه زي بقية الفرق وبقية الأجيال اللي موجودة. النجم الكبير كابتن رمزي صالح هيكون معانا على الهواء مباشرة علشان نتكلم في كل ما يخص كرة القدم وإيه اللي بيحصل، بيدينا رأيه برضو هل من المنطق أن يحدث اللي احنا شايفينه في الاتحاد الأفريقي. بعد الفاصل النجم الكبير كابتن رمزي صالح على الهواء مباشرة في البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، واحد من النجوم الكبار لواحد من الاجيال الكثيره والمهمه جدا للنادي الاهلي النجم الكبير كابتن رمزي صالح. ازيك يا رمزي حبيبي؟ شرف ومنور. يعني مبسوط، دي اول مره اطلع معاك. اعتقد صح. كان في المفروض حلقه قبل كده وحصل حاجه وما بجيش الا في الايام الصعبه. زي يوم صعب زي النهارده، بس يوم صعب. ولكن عايز اقول لك حاجه، كلام كتير جدا عايز اتكلم معاك فيه بخصوص هذا الامر. انت كنت واحد من الناس اللي شالت الكاس الافريقيه وعارف قيمتها ومعناها لجمهور النادي الاهلي، ولكن خلينا نطلع الاول نشوف تقرير عن رمزي صالح ونرجع نكمل مع حضراتكم. واحنا قاعدين بنتفرج رمزي بيقول لي ما هو ما فيش منطق، هو ما قالش ما فيش منطق بس ده اللي نقدر نقوله على الشاشه في اللي بيحصل طبعا. لا بص، انا هديك نصيحه لوجه الله. اتفضل. يعني ما تتكلمش عن نظريه المؤامره لانه مش هتغير حاجه. لانه الفساد في الاتحاد الافريقي موجود ومن زمان يعني. فالطبيعي دلوقتي نعمل ايه؟ اولا نوجه يعني بص، الدعم الاساسي للنادي الاهلي هو قناه النادي الاهلي طبعا، فلازم نوجه كله سواء جمهور حتى النادي الاهلي او اعلاميين، نوجه الكلام يبقى على شقين. اتفضل. الشق الاول انه الاهلي لسه ما حسمش الصعود طبعا، النهائي لازم نركز على الماتش اللي جاي، نفكر خطوه خطوه، وبعد كده نفكر ازاي الاهلي بعد ما يعدي ماتش وفاق الصيف، لانه ما فيش حاجه سهله اكيد يعني، عارفين برضو وفاق الصيف هيكون ليه رده فعل هناك 100% برغم النتيجه الكبيره، لكن في النهايه كره القدم ما نديش احساس اللعيبه ان الماتش خلص، الشوط اول خلص في شوط تاني هناك في الجزائر. تاني حاجه ان شاء الله ربنا يكرم نوصل النهائي، يكون ده دافع للاعيبه النادي الاهلي ونشحن لعيبه النادي الاهلي، انه دايما احيانا لما انت تروح وانت حاسس بالظلم بيديك طاقة زيادة. والأهلي يعني إيه، أي حد بيلبس تيشيرت النادي الأهلي بيقدر يتجاوز الضغوطات، ممكن الضغوطات دي تكون على فريق الوداد إذا وصل النهائي أكتر من النادي الأهلي. تمام، لكن أنا متأكد 100% إن اللعيبة بعيد جدا عن هذا الأمر، وإن اللعيبة ما بتفكرش فيه إلا في المباراة القادمة، وده إحنا قلناه في كلامنا. ولكن في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأمور لازم تقول، لازم تنفس عن ان كل ما حد يشوفني من ساعه القرار ده ما تم اتخاذه، يعني هم بيقولوا لي كلمه ما اقدرش الحقيقه اقولها، يقول لك يعني للدرجه دي؟ يعني هل انت ممكن تبقى
غلطان، لكن لا انت غلطان وبتقول ان انا غلطان، ما شوف انتوا عايزين تعملوا يعني. هو ده المعنى اللي بيوصل للناس عشان كده. لكن على فكره، طب ما هو انت ممكن تلعب في مباراه، انا حتى قلت الكلام ده، ممكن تلعب المباراه النهائيه دي في ارض محايده فعلا، او في مباراه في ملعب غير ملعب مراكب محمد الخامس وتتغلب. مش ده ممكن يحصل؟ انت بتلعب كوره، ممكن تلعب في مراكب محمد الخامس وتكسب. ولكن انا مش هغير كلامي، وجمهور الاهلي مش هغير كلامه. لو حتى رحت في مراكب محمد الخامس وكسبت، ها صح، وده اللي ان شاء الله لو ده يعني، لو ما نشوف بس الموقف بتاع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي. حتى لو ده حصل هيبقى كلامي هو هو، ما ينفعش اللي حصل ده، المنطق ما بيقولش كده يا رمزي. ما هو مفيش حاجه تقول مفيش كده، مفيش اصلا حاجه يعني. القرار طلع النهارده، هل يعقل وانت فريق مثلا الوداد واصل بنسبه 50% لانه كسبان اول ماتش، فواصل بنسبه 50% كسبان اول ماتش في انجولا. ايوه يعني ثلاثة يعني انت لو عايز يدوا له البطوله مش هيعملوا بالشكل ده بصراحه. بالظبط، والنادي الاهلي يعني على الجانب الاخر هو الاقرب. هي اعتقد هي تصفيه حسابات او وعود سابقه للوداد، ما افهمش. بس يعني الاهلي عودنا ان هو يغير كل حاجه بيده، حتى لو حصل يعني ما اعتقدش ان هو يكون يعني حتى في او نوع من انواع الانسحاب او قرار مثلا ممكن، لان انت معروف الكاف فساده من زمن، مش هتقدر تغير في حاجه مهما كان. لكن الاهلي هيروح وبرجالته وبلاعبته وبمنظومته المتكامله دي يقدر يجيب البطوله من هناك. ومش عايز الناس تربط 2005 او 2006 او 2007 واللي حصل فيها في 2007 بالتحديد، انه الاهلي خد بطولتين، الاتحاد الافريقي مش عايز يديله الثالثه. يحصل؟ ما هو انت ليه بتفكر التفكير ده؟ ما انا مش عايز، مش انت الناس يعني، انا ليه الناس بتفكر التفكير ده؟ لانها حصلت قبل كده. لا بس مش حصلت، لانه انت في الاخر ليه بتقول الكلام ده كاهلاوي؟ بقول الكلام ده لانه حصل واحد اتنين تلاتة خلاني اقول هذا الكلام. ما حصل شاهد واتنين وتلاتة، حاجة حصلت بقى، مش يعني مش الصورة الشهيرة ما بين رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس النادي الترجي ورئيس نادي الوداد دي كانت موجودة. مش دي موجودة وحصلت؟ هي موجودة. مش رئيس النادي الوداد طلع في 2019 وقال تصريح رسمي، تصريح رسمي ان وعدوني ان انا هيحلوا لي المشكلة؟ ايوه، مش انا اللي قلت على فكرة. ما هي واضحة. فانت في الاخر شواهد بتخليك تقول ايه؟ هو ايه ده؟ انا كاهلاوي يعني هو ايه؟ على فكرة انا ما بتكلمش كمذيع ولا بتاع، انا بتكلم كاهلاوي. لا انت بتتكلم وملاحظ، بس كنت بتفرج عليك، فانت بتتكلم بحرقه، الكلام طالع من قلبك، لانه ما فيش كل حال اهلاويين دلوقتي قبل ما ادخل على السوشيال ميديا كل بيتكلم نفس الموضوع ده. وكله محروق. بس انا اقول لك على حاجه، الصعوبات دي عايزين نخلينا نفكر بطريقه ايجابيه، لان بالزبط. انت عارف اللي هو ايه بيسموها ايه، بتنفخ في قربه مخرومه. الاتحاد الافريقي يعني مهما تعمل مش هتغير الواقع ولا هتغير الحال. الفكر دلوقتي، طب لماذا تم تغيير الواقع في 2020 يا رمزي؟ عندما كان هناك قرار بان مباراه السوبر هتلعب، واعتقد انت راجل عارف، بس الاول ده الترند اللي شغال، ده ستوب كاب في كوربشن 703,000 تويته، مش انا، مش اسلام، يعني 703,000 يعني قبل ما نخلص هكون وصل المليون. فلماذا تم تغيير القرار في 2020 بان كانت المباراه، انت لعبت كام سوبر؟ السوبر المفروض اللي انا افهمه واللي انت شفته واللي مصر كلها والناس كلها عارفاه، ان المباراه بتلعب في ملعب بطل الدوري. اعترض نادي نهضه بركان في ذلك الوقت وعملوها في قطر. ليه تم تغيير؟ هو ليه طيب ما فرضوش انه دلوقتي مثلا قطر جايه على كاس عالم، ليه ما عملوش النهائي ده في قطر مثلا؟ لو هم بيفكروا الاتحاد القطري النهارده انا شفته، كان مخرج ليهم. الاتحاد القطري النهارده انا شفته يعني نزل بيان، اعتقد ما اعرفش بقى هل صحيح ولا لا، لكن نزل بيان قال فيه ان هو نفى كل الاخبار المتداوله على ان الاتحاد القطري طلب استضافه المباراه النهائيه، لم يحدث. بس انا اتصور انه رغم يعني ان في اتفاقيه تعاون ما بين الاتحاد القطري والكاف. بس خلينا خلاص يعني، انت عايز تتجاوز كل ده. ايوه لان انا عايز الكلام يتحول لايجابيه. اوكي، يتحول لايجابيه. انت دلوقتي عندك وجهه نظر، وجهه نظر طبعا. ماتش الجزائر تعدي من وفاق الصيف، وساعتها كل الجانب ده اللي بنتكلم فيه النظريه، مش عايزين زي الانديه التانيه نفضل نتكلم في نظريه المؤامره. لا، ما هم احنا لازم نتكلم فيه، احنا كاعلاميين ودورنا ان احنا لازم نتكلم في هذا الامر. انا لكن اللعيبه والفريق والتام مركزين في الماتش بس. انا عايز الكلام ده كله حتى في اخر ايام، انه خلاص نلغي فكره انه الماتش مثلا ممكن يتغير. خلاص الواقع الماتش في المغرب. حتى لو جهود اداره النادي الاهلي هتحصل خلف الكواليس زي ما بيقولوها، بعيد عن اللعيبه.
لعيبه تاقلم نفسها انه هي تعدي ماتش يوم السبت وبعد كده هنروح المغرب ان شاء الله ونجيب البطوله. انت بتقول ان يتم تحويل الشكل السلبي لشكل ايجابي. لشكل ايجابي. اوكي. وده يساعدك. يساعد اللعيبه ويساعد الجهاز. انت عارف بص احنا في زمن دلوقتي يعني كل اللعيبه بتتابع السوشيال ميديا طبعًا. والوضع طبعًا. مختلف. الاعلام لازم يبقى دور ايجابي. نعم. اكبر داعم للنادي الاهلي هو قناه النادي الاهلي. طبعا. القنوات مش هتطلب من انديه من قنوات ثانيه او من الاعلام الثاني يتكلم على مزاجك انت. فانت لازم تقلب الامور دي كلها لايجابيه عشان خلاص كل هدفنا دلوقتي رغم الظلم اللي حصل على النادي الاهلي والمؤامره اللي حصلت على النادي الاهلي هنروح المغرب ورغم الصعوبات دي كلها يكون دافع لعيبه وتجيب البطوله من هناك وترجع وحصلت كتير. بس انت كاهلاوي مش متضايق؟ هو متضايق هو حاله الظلم متضايق بس سبحان الله. بص انا عندي حاجه مش عارف انا عارف الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله يعني فاهم قصدي اللي هو يعني مهما يحصل برضو في حاجات كتيرة ما كانتش حد متوقعها تحصل لكن مع النادي الأهلي بتحصل فاهم؟ هي دي الفكرة إنه يعني واثق من الفرقة البطولة قادرين إن هم يحققوا اللقب الثالث على التوالي يا رب إن شاء الله لأنه الحقيقة اللقب الثالث على التوالي يعني استعصى قبل كده في 2007 وبالتالي احنا نفسنا ناخده مره تانية او نفسنا نبدا بقى يكون او تبقى اول مره في التاريخ ان يحصل. انت عارف ان انا بقول الكلام ده ليه؟ عارف لو البتاع في مثلا موجود احنا النادي الاهلي موجود في قاره ثانيه في مش عارف ايه تقدر تعمل شكوى يقدروا يفكروا في بس في اتحاد افريقيا مفيش حاجه بتحصل وانت عارف الكلام ده شخصيا مفيش حاجه بتحصل ومفيش حاجه بتتغير يعني انت لكن رغم كل الفساد ده ان شاء الله الاهلي قادر انه يحقق البطوله الثالثه على التوالي. يا رب ان شاء الله ان النادي الاهلي على الرغم انا برضو انا بقول لك انا وجهه نظر انا حتى لو النادي الاهلي حقق هذه البطوله ومن قلب المغرب ها انا هبقى متضايق لانه لا بس هتلاقيها بطعم تاني هتبقى تلاقيها بطعم تاني وحلوه وكل حاجه ولكن مش هغير مش هبقى متضايق هبقى مبسوط طبعا لكن مش هغير كلامي انا ده قصدي ان انا مش هغير كلامي ان انا ما ينفعش الاتحاد الافريقي يعمل كده بس هو حتى لو في مصر انا بقول لك حتى لو في مصر الكلام الاتحاد الافريقي ما فيش عتب عليه ما هو معروف يعني هو بص في كل احوال بيعمل عكس اتحادات العالم كلها وكل حاجه في افريقيا مختلفه يعني انا جبت الاتحادات الاتحاد الاوروبي عمل ايه قبلها بسنتين أيوة. بيقول لك احنا هنلعب في الحته الفلانيه ايوه اصل طبيعي ما فيش بطوله في العالم انت مثلا دلوقتي انت عايز تعمل ماتش من دور واحد اللي هو ماتش واحد فاصل انت بتحدد من قبل سنه يعني قبل ما توصل يعني مثلا في اوروبا معروف النهائي كان دوري ابطال في باريس من السنه اللي فاتت صح فانت جاي تغير تعمل قبل هو كان في روسيا وتغير لباريس ده كمان ما عملش مثلا في السيمي فاينل اللي هو قبل ما يشوف وضع الفرق ده عمل كمان غير ده عملها بعد ما اصلا الفريق خد 50% من الماتش يعني صح. الوداد نسبه كبيره ضمن التاهل صح ولا صح يعني ما فيش يعني فجر اكتر من كده بصراحه ما فيش لا لا الموضوع صعب قوي بس بقول لك لازم نتجاوز كل الكلام ده لازم نروح للناحيه الايجابيه اللي بتخص لازم الفريق لازم نحولها بناحيه ايجابيه نعم. والامر ده دايما تعرف المظلوم بيلعب بيطلع باور زياده طاقة أكبر. او بيطلع طاقه اكبر اللي بيحس بالظلم فهو ده لازم العامل الايجابي اللي ناخده عشان طبعا لانه خلي بالك برضو من ضمن الامور اللي لازم هنتكلم فيها ولكن ان شاء الله لما النادي الاهلي يصل للمباراه النهائيه لان النادي الاهلي حتى الان لم يصل للمباراه النهائيه يعني من ضمن الامور ان انا عايز 50% من قيمه من مساحه الاستاد لو هتتلعب بقى في المغرب يبقى انا من حقي 50% وهي دي بقى اداره التسويق في النادي الاهلي او الاداره المسؤوله على الكلام ده مع الاتحاد الافريقي لازم تتحرك من دلوقتي في الامور دي والاي اي برضو في حاجه سواء كانت الدوله او قطاع خاص يساعد ان ازاي يوصل الجماهير النادي الاهلي يقدر يعمل من خلال تنظيم رحلات من خلال الكلام ده كله لازم نتكلم فيه بعد يوم السبت بالظبط بعد يوم السبت او الاحد دي حاجه انه ازاي ينظموا رحلات وتسهيل الاجراءات تسهيل الاجراءات سواء كانت فيز او ماديا يعني لا يعني مثلا في السنغال في الكاميرون المباراه النهائيه كانت في السنغال كانت في طيارات بتطلع من هنا من مصر برزنتيشن سبورت ايوه ما هو ده اللي قصدي عليه طلعت من غير ولا تاشيرات ولا حاجه تنزل تروح تحضر المباراه وترجع وهكذا ممكن كان عندك فوق ال 10,000 وال 15,000 ممكن تحصل دي حاجه هتساعد النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يشتغل عليها وفي نقطه ثانيه مهمه قبل ما انساها اتفضل انه انت دلوقتي عندك ماتش يوم 14 وعندك ماتش نهائي يوم 30 ان شاء الله لو ربنا قدر ووصلنا النهائي اتمنى من الاتحاد المصري انه يعيد ترتيب ماتشات الاهلي
وما يحاولش يضغط ماتشات الاهلي في الدوري، بحيث انه الفرقه انه الاهلي ده بيمثل مصر وصوله النهائي يعني في النهايه مكسب مصر. اتمنى ان هم يقدروا يسهلوا على الاهلي، ما يضغطولوش ماتشاته، بحيث انه الفرقه توصل هناك مرتاحه وتوصل في اكمل جاهزيه. انت قلت برضو كلمه حكمه، انت قلت ايه؟ ان الاهلي بيمثل مصر، وبالتالي طبعا يجب ان يقف الاعلام في مصر كاملا طبعا كاملا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. خلي بالك أكيد. لانه هو النادي الاهلي دلوقتي طبعا بيمثل جمهوره وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي ده رايح يلعب باسم فرق بلد ثانيه، النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، وبالتالي يجب ان يكون الاعلام المصري كاملا يقف مع النادي الاهلي، وبالعكس يشوف اتجاهات النادي الاهلي ايه ويمشي فيها، لانه انا بمثل مصر مش بمثل نفسي. طبعا طبعا انت الوضع مختلف، الاهلي لو اخد بطوله افريقيا في النهايه اسمه الاهلي المصري، وثانيا هيروح كاس العالم للانديه بيمثل مصر، فدي كلها اتمنى يعني. هو بص، هو الاعلام في مصر يعني عامه هو بصراحه دايما بيبقى بيتكلم بشكل ايجابي عن النادي الاهلي، لانه ما فيش حاجه مش ايجابيه في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيفرض عليك ان انت تتكلم عليه بصوره ايجابيه. فاعتقد انه ما فيش مصري بكافه انتماءاته ما بيكونش واقف مع النادي الاهلي في ماتش زي ده. يا رب ان شاء الله. ومفروض ان يعني اي حد طبيعي ونفسيته كويسه من جوه انها في مثل هذه المباريات ان هو يقف مع الفريق اللي بيمثل مصر يعني. طبعا. رمزي بتفكر ازاي بقى في ماتش وفاق الصيف؟ من الواضح ان انت عندك تفكير مختلف بالنسبه للاعيبه. المباراه اللي فاتت قدرت تكسب 4-0. المباراه اللي جايه في ناس تقول لك ان المباراه انتهت وخلاص الاهلي صعد، وفي ناس تقول لك لا المباراه صعبه جدا. لا الكوره ما فيهاش كده، اي لعيب كوره وانت يعني ما شاء الله تاريخ كبير في الكوره اكيد عارف انه ما فيش حاجه اسمها كده. انت لو رحت مريح ممكن تخاف، الماتش هناك يخوف يعني. وفاق الصيف الجزائري عارفين الملاعب هناك في الجزائر الامور بتكون صعبه مش سهله خالص. فانت لو لا سمح الله بديت بدايه وحشه، بدايه المباراه وحشه زي ما انت قدرت تكسبهم هنا، دي كوره ما فيهاش، لازم تلعب على اخر دقيقه. شفت اللي حصل في ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، كل حاجه وارده. بس الاهلي بخبره لعيبه اتمنى يلعبوا يتعاملوا مع الموضوع بهدوء، نقدر نطلع باقل خسائر. بمعنى ايه الخسائر؟ مش خساره ماتش، نقدر نطلع باقل خسائر جهد لعيبه، اصابات ما فيش اصابات يعني. ماتش لازم نتعامل معاه بذكاء ونقدر نخلصه هناك، ونبعد عن الضغط اللي موجود في الجزائر، نتعامل معاه بكل هدوء واريحيه عشان نعدي ال 90 دقيقه دول باقل خسائر ممكن. ازاي بقى من وجهه نظرك؟ ازاي يعني؟ شوف طريقه لعبه طبعا موسيماني زي ما بيقول. بص انا عشان تعرف بس نظريه يعني مدى النادي الاهلي وعظمته، جمهور زي النادي، جمهور النادي الاهلي مش عاجبهم مثلا، بيتكلموا الفتره الاخيره مش عاجبهم اداء المدير الفني موسيماني، رغم انه الراجل محقق كل البطولات مع النادي الاهلي وبيكسب، من تعثر بسيط تعادلين او خساره الدنيا اتقلبت. دي تديك يعني شقين، شق عظمه النادي الاهلي انه ما بيرضاش بالتعادل او بخساره او اي حاجه. وتاني حاجه انه ما فيش حد يقدر يرضي. تدريب النادي الاهلي ده موضوع مش سهل طبعا، كل اللي يجي يقول لك ده لو اي حد مع اللعيبه دي، حتى كانوا بيتكلموا على الجيل بتاعنا، اي حد يجي مع لا الموضوع مش سهل. ده حتى لما كان جيل موجود وفي نجوم كتير، انت صعب ازاي تقدر توظف النجوم دي وتسيطر على النجوم دي طبعا، تطلع كل اللي عندهم. كانوا ساعتها بيقولوا ربنا يديله الصحه عم حارس، لو مسك لا الموضوع مش سهل خالص. انت ازاي تتعامل في فرقه فيها نجوم بالحجم ده؟ ازاي تعرف تسيطر عليهم؟ ازاي تطلع اللي عندهم؟ ازاي تعرف ما يحصلش زعل؟ انه في ناس بتلعب في ناس ما بتلعبش، ازاي الطريقه اللي تطلع امكانيات اللعيب دي؟ فالموضوع مش سهل خالص، الموضوع مش 11 لعيب في الملعب وخلاص. الموضوع مش سهل. فالراجل ده بيتعرض عليه لضغوط كبيره، ورغم انه النادي الاهلي فكر من بره الصندوق ومحدش يتوقع ان هو يجيب مدرب من جنوب افريقيا، فكره غير متوقعه، وناس كتير كانت انتقدت الموضوع في البدايه، لكن في الاخر حقق معاك بطولات كتيره وحقق معاك انجازات كتيره تحسب له بصراحه. فطبيعي يعني مش لازم من اي تعثر يحصل في النادي الاهلي ويقول لك موسيماني افريقيا غير موسيماني الدوري المحلي والكلام ده، كل حاجه وارده. مفيش فريق في العالم ما بيتعثرش، مفيش فريق في العالم بيفضل على مستواه زي ما هو.
لكن الامور بتروح وتيجي طبعا صح. وبعدين ماتشات الدوري انت عارف مختلفه تماما يعني انت ما بتعرفش تقدر تحافظ على نفس الليفل بتاعك على الفوز لانه مسابقه في الاخر اللي نفسه طويل هو اللي بياخدها والاهلي نفسه طويل وبيعرف يتعامل مع الامور دي يعني مش لازم ان احنا نهاجم المدير الفني فترات اهو مثلا قبلها كانوا بيهاجموه كسب الماتش اللي فات اربعه قعدوا يقولوا في شعر لازم تتعامل الموضوع ما تتعاملش بالقطعه تعامل بالانجازات وبالفترات اللي هو بيحققها المدير الفني اتمنى كل الدعم ليه والتوفيق ليه والناس كلها تدعمه ولكن موسيماني بيتعرض حتى في فترات الجيده ليه يعني انت برضو معلش كتاريخ لما تيجي تفتح الكتاب وتيجي تبص بعد 100 سنه اللي هيبقى عايش يجي يبص هيشوف ان موسيماني خد بطوله افريقيا رقم التاسعه والعاشره وان شاء الله تكون ال11 هو حد هيسال الاداء كان عامل الاداء ومش الاداء ما هو ولا هو الموضوع لان انا الحقيقه بشوف ان الموضوع ممكن جدا يكون زي ما حضرتك قلت ان موسيماني بيخطئ في امور كثيره بتحصل في الملعب طبعا زيه زي اي حد ولكن في النهايه بشكل عام هو بيؤدي ما هو مطلوب منه واللي النادي الاهلي عايزه. انا اسالك سؤال احنا لو جينا دلوقتي قلت لك كابتن اسلام الاهلي يلعب حلو ويخسر البطوله ولا يلعب وحش وياخد البطوله؟ لا احنا عايزين الاثنين. انا كده انا كاهلاوي هقول لك انا عايز الاثنين الاهلي يلعب كويس وياخد البطوله. ماشي بس لو خيروك تختار حاجه واحده. انا هختار البطوله. طيب هي في النهايه التاريخ بيذكر البطولات صح ولا غلط؟ مظبوط. في ماتشات كتيره فرق احنا هنفضل نعمل زي فرق يخسر يقول لك والله بس فلان جاب جون وعلان جاب عون وايه اللي حصل ولعبوا كويس وحرام يكسبوا. لا هي في النهايه التاريخ بيذكر الفائز دايما. حتى ممكن في حاجات مش كل ماتش في ضغوطات كتيره في ضغط ماتشات في امور في اصابات في غيابات فطبيعي ان المستوى ما بقاش بس هو الماتش اللي فات رد على كل المشاككين والفريق كسب اداء ونتيجه ورغم كده قال لك لا موسيماني في افريقيا غير موسيماني لازم يلاقوا له حاجه كل ايوه طبعا لا ما تقدرش ترضي الناس كلها خلي بالك بس اتمنى ان هو الراجل مدير فني النادي الاهلي محقق انجازات كتيره بصراحه بغض النظر عن اي حد يعني كلام بيحصل في الكواليس بس في النهايه شغله واضح وان هو بيكسب. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن رمزي صالح ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رمزي مهم جدا ان انا اعرف رايك في اداء النادي الاهلي بشكل عام بقى في البطوله الافريقيه. لا هو في البطوله الافريقيه ماشي من اولها يعني كويس كان حصل تعثر في البدايه والنتائج لكن دايما الاهلي زي ما بيقولوها مع كل ما البطوله بتعدي كل ما بيسخن اداءه فطبيعي دايما مرحله المجموعات ممكن شفنا الاهلي بيصعد بصعوبه والكلام ده بس الاهلي متعود يعمل على المواقف دي برضو لعب في مجموعه مش سهله ما اعتقدش ان هي كانت سهله فريقين خلي بالك انا لعبت في المريخ السوداني المريخ السوداني والهلال السوداني ثقيل تقال طبعا طبعا والاهلي برضو خدم نقطه انه المريخ كان بيلعب في القاهره فدي خدمت نقطه الاهلي النادي الاهلي وضعفت شويه من الفرق السودانيه لكن الاهلي قدر يتجاوز المرحله دي اعتقد عمل ماتش كان نموذج مع وفاق سطيف حتى في لعيبه استعاد ثقتها وثقه الجماهير فيها زي بيرسيتاو ادى ماتش كويس والاهلي لغايه دلوقتي بيقدم بطوله حلوه ان شاء الله يا رب تكون الثالثه على التوالي ويقدر يسعد جمهور النادي الاهلي لان الجمهور سبحان الله جمهور النادي الاهلي ده رغم ناس بتحلم ببطوله جمهور النادي الاهلي اتعود على بطوله افريقيا دي ان هو ياخدها كل سنه انا فاكر في 2008 لما خدنا بطوله افريقيا واحنا راجعين من المغرب من الكاميرون القطن الكاميروني انا عايز اقول لك الناس عادي والله بس الحمد لله يعني الواحد لعب مع جيل قد ايه هو عظيم الناس اتعودت على انجازاتهم خمسه سته سبعه يعني حصل اللي حصل ووصلت النهائي ثمانيه الناس اتعودوا على فبقيت تاخد بطوله افريقيا عادي بالنسبه لك فالجيل ده بقى بيكمل الاجيال اللي راحت يعني هو حققوا التاسعه والعاشره دي من بعد غياب زمن فده بصراحه يحسب لهم رغم انه الاهلي وصل كذا نهائي يعني عايز اتكلم في النقطه الاهلي وصل كذا نهائي لكن خسر
مع الجيل اللي موجود في الفترة الحالية. التعلم هو ده بقى، ان انت ازاي تعرف تتعلم من النهائيات. بعد كده اتعلم، ما كل دي خبرات. ما هو الجيل اللي فات برضو ما بقاش يعني ابو تريكا، ما بقاش ابو تريكا، وبركات ما بقاش بركات، وائل الا بعد تجارب خضوها كتير. الجيل ده بيحقق نفس اللي حققه الجيل اللي فات، مع فرق المستويات طبعا وفرق العقليات وفرق كل حاجه، لكن هو وصلنا كذا نهائي والجيل ده ما توفقش في النهائي ده. بعد كده رد على كل الناس من الخبرات اللي خدوها والتعلم والمواقف ولعب كاس عالم انديه، فدي كلها خبرات خلت اللعيبه قادره ان هي تاخد النهائيات وتدخل على المباريات النهائيه من غير ضغوط زي اللي بيحصل الايام دي. وده متوقع ان شاء الله لو ربنا كرمنا وصلنا للمباراه النهائيه ان احنا نشوفه في هذه المباراه، لانه لو اتلعبت هذه المباراه في المغرب اعتقد هيبقى ضغوط كبيره من الجمهور. طبيعي طبيعي. ده طبيعي. بس اقول لك على حاجه، انت مش عايز قصدك يعني ما حدش يجي يقول لي ده ضغوط جماهيريه بقى وبتاع، ده الطبيعي الاساسي. ده الطبيعي، وماتش نهائي وكده. هو طبعا يعني بص اقول لك على حاجه، انا عندي شخصيا، انت لما لعب مثلا الاهلي هنا ضد الزمالك والاهلي كان فاز، وكان الماتش عليه ضغط على لعيبه الاهلي اكتر ما بتلعب الوداد مع الزمالك. لسبب انت عارف ان الاهلي والزمالك في مصر وعاملين ازاي والضجه الجماهيريه اللي بتحصل، قدروا يتخطوا الماتش ده وياخدوا البطوله وماتش نهائي والكلام ده. فدلوقتي انت رايح تلعب المغرب، الوضع مختلف تماما، لكن ممكن نستغل الموضوع ده بالهدوء والتعامل مع النهائيات، وانه يكون عامل الجمهور ده مؤثر على الضغط على لعيبه الوداد المغربي مش اكتر. وخاصه كيف انا لسه واخد بالي انه تاني نهائي يتعمل في الملعب ده، ومفيش ملعب في افريقيا غيره. انا بقول لك ايه يعني، بص ما هو ده المنطق بقى، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان حتى احد الصحفيين النيجيريين اتكلم، مش مصري ملوش علاقه ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا وداداوي ولا حاجه خالص، هو راح بيتكلم بالمنطق بالعقل. قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه يعني هو مفيش غير يعني لو في مصر يعني مفيش غير مصر مثلا ولا مفيش غير استاد القاهره، لا مفيش غير الملعب ده، لكن هو مفيش غير الملعب ده يعني مش كده يا جماعه. ما هو انت مش فاهم الموضوع لا يصل لهذه الدرجه. السنه اللي فاتت ما صعدوش للنهائي، هم كانوا الوداد كسب، فهم بيعوضوهم بيعوضوهم. حاجه غريبه جدا يعني، انت فاهم اللي هو ايه؟ لا مفيش فايده، مفيش فايده. بس اقول لك على حاجه، اتفضل. يعني برضو يعني فين رجاله المصريين المؤثرين في اتحاد الكوره؟ يعني فين من اللي بيحصل ده؟ انت في النهايه هو اتحاد الكوره طلع بيان، بس الاهلي اقول لك على حاجه، الاهلي بيمثل مصر طبعا، صح. فانت طبيعي الداعم الاساسي للاهلي مين؟ اتحاد الكوره. تاني حاجه، واي شخصيه مصريه موجوده في الاتحادات الافريقيه والاتحادات الدوليه، صح ولا غلط؟ فين الناس دي من اللي بيحصل ده؟ يعني اكيد قبل ما يتخذ القرار كان في تسريبات. الله، طبعا على صح. طب ازاي يعني؟ فين الكلام ده؟ يعني مش الاهلي اللي لازم ياخد موقف، اتحاد الكوره اللي لازم ياخد موقف في موقف زي ده، لانه في الاهلي في النهايه تابع للاتحاد المصري. هو حتى الان لم يظهر يعني انا بص انا يعني انا مع رده الفعل، بس انا من غير ما اشوف حاجه يعني من غير ما اشوف مش هيحصل حاجه، لانه ما حصلش خلال الاسبوع اللي فات. لا بس الاسبوع اللي فات دي كانت تسريبات. بعدين خلي بالك حتى هذه اللحظه النادي الاهلي ليس طرفا في النهائي. هو انا معاك رسميا، انا معاك النادي الاهلي مش طرف في النهائي، بس لازم كان يبعد اي ملعب موجود الاربعه. انا برافو عليك، اللي في الدور الاربعه ده الف ب صح ولا عارف لو متحدده من زمان مفيش مشكله. ولو رئيس الاتحاد الافريقي وجي قال له لاي بلد في ال 54 بلد في افريقيا، وجي قال له انا عايزك تلعب، هيستضيفها. ما هو كلام ان السنغال رفض دي مش منطقي. ده انا سمعت ان السنغال هيعملوها في الملعب اللي لعبوا عليه ماتش مصر والسنغال، ويعيدوا افتتاحه تاني ويعملوا احتفاليه، بس ما كلام مش منطقي. بس يعني انا اقول لك على حاجه، الاهلي دلوقتي دوره صدقني ولا يحتاج، لانه مش هيحصل حاجه، مش هيغير حاجه الا بقى اذا يعني ما اعرفش السيناريوهات هم ادرى فيها. بس دلوقتي انت بعد ماتش السبت ان شاء الله يخلص نوصل للنهائي، تتغير المعطيات كلها لدعم من النادي الاهلي وتنظيم رحلات للمغرب وتسهيل الامور، الاجراءات لوصول النادي الاهلي سواء كانت
اللي هي الامور اللي هي في الرسميه وفي نفس الوقت ماديه للناس تقدر طبعا تسهل. بس في نفس الوقت برضو يا رمزي، هل انت تقدر تثق في طاقم التحكيم اللي ممكن يدير مثل هذه المباراه لو هي المباراه النهائيه ما بين النادي الاهلي والوداد في المغرب في مركب محمد الخامس؟ ما هو بص، هل انت كاهلاوي تقدر تثق بعد اللي انت بتسمعه؟ وش ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. ماشي، ما انت يعني بص يعني كمان ايه ده، انت موديت اثنين او ثلاثه من افضل الحكام خليتهم يحكموا مباراه نصف النهائي. طب وبعدين مين اللي هيحكم النهائي؟ لا ما فيش، هو يعني غربال، مصطفى غربال وجوميز حكموا الوداد. ما انا فاهم، هو اولا يعني انت اصلا مش واثق في واحد بيقرر يلعب على نفس الملعب اللي ما فيش غيره في افريقيا، والفرقه صاعده ب 50% واصله النهائي، ما فيش منطق من المساواه. يعني انت بتفكر انه ممكن يجيب لك حكم على مزاجك ولا حكم كويس؟ ما هو ده انا بقوله لك بقى، ما هو دي القصه. انت بص، انت هتروح هتتعرض لكل، او مبدئيا انت متعرض لظلم كبير بالحركه دي. عادي، بس ماتش يوم السبت وبعد كده ان شاء الله، وبعد كده هتتعرض لظلم اكبر. بس المفروض بقى ان احنا نقدر نتعلم، والاهلي عارف اللي هو ايه يعني، بالذوق بالعافيه رغم كل الظلم ان شاء الله نرجع بالبطوله العاشره. هنشوف ونكمل كلامنا مع كابتن رمزي صالح، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. رمزي، من اصعب البطولات الافريقيه اللي هي البطوله 2008 اللي انت كنت متواجد فيها، لو تفتكر اهم واصعب الماتشات في البطوله دي. يعني يمكن لا، ما كان في مط هو اصعب ماتش اعتقد هو كان القط. القط نهائي. بس احنا كسبنا هنا 2-0. كان في ميزه في النادي الاهلي، كان دايما مستر مانو الجزيء، ودي بالحاجات الواحد يعني بص، هي بعد كده بقت الامور عاديه والامور في الاول جت فتره كان بيرش ارضيه الملعب ميه عشان يسرع الريتم، وخصوصا مع الفرق الافريقيه. فاي فريق كان بيجي استاد القاهره، طبعا كان ايام الحضور الجماهير اللي اتمنى ترجع زي زمان، يعني كان بيبقى خسران قبل الماتش ما يبدا. كان جبنا جونين اعتقد 2-0، كان في لافي ووائل جمعه. جمعه جاب الاول، فالمباراه خلصت من القاهره، فانت رحت باريحيه رغم ان احنا هناك تعادلنا، واحمد حسن جاب جون هناك وشادي. تعادلنا 2-2، كان ماتش صعب لان احنا لعبنا في درجه حراره حوالي 41 او كانت درجه حراره صعبه. وغير كده بقى الفندق اللي هناك اللي كان في الكاميرون كان حاجه صعبه. يعني كان الواحد كان من اصعب الفنادق الواحد نزل فيها في حياته، رغم كده انه كان اياميها اعتقد الكابتن حسام البدري راح قبلنا قبل الفرقه عشان يظبط الامور ويشوف افضل فندق. قال لك ده احسن فندق في كنت تفضل بقى الناموس قد كده وحاجات غريبه. بس عارف اللي هو ايه، الخبره اللي عند اللعيبه والجيل الكبير ده اللي الواحد اتشرف انه اتعلم منه كتير، ان انا كنت موجود معاهم وزادتني خبرات. الخبرات دي نقلتها في فلسطين، نقلتها لعيبه المنتخب، ونقلتها يعني بحاول دايما اللي بتعلمه من الصوره اللي انا اتعلمتها. لانه بصراحه اقول لك على حاجه، يمكن اول فريق احترفت له بمعنى احتراف هو النادي الاهلي، فانت جاي على كبير افريقيا او كبير العرب، فمش سهل تدخل وسط المنظومه دي. وانا من حسن حظي ان جيت مع الجيل ده وجيت مع مدرب كبير زي مستر مانويل جوزيه. ايوه، عارف ان انت تيجي الخضه دي رغم ان انا جاي صعب. وانا لاعب مثلا 64 ماتش دولي، بس اللعب مع يعني في فلسطين حاجه واللعب في النادي الاهلي حاجه تانية خالص. يعني هيبه النادي الاهلي. بس اقول لك على حاجه عشان تعرف حتى يعني عظمه النادي، حتى الافراد اللي فيه. كابتن احمد ناجي يمكن اول واحد استقبلني، وكان برضو الكابتن عمرو فاروق نائب رئيس النادي حاليا. كنت بشوفه في اهلي مدينه نصر اول ما جيت اول فتره، وكان بيمشي معايا، وبصراحه عارف اللي هو بيحسسوك ان انت في مكانك. كابتن احمد ناجي استقبلني في بيته في الاول، ما كنتش طبعا عارف الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده شويه بقيت ادخل مع المجموعه، وبصراحه ما حسيتش بالغربه خالص.
انا اوكي انا مواليد مصر وعشت في مصر كتير وبعد كده رحت على السعوديه وفلسطين، بس قصدي ان انت داخل مكان اول مره تشوف اللعيبه دي، ومكان اول مره تتعامل، صح، ومكان يعلمك يعني احتراف. كان التمرين الساعه 9 الصبح، عارف اللي هو بجد. بص انا الكابتن سمير زاهر الله يرحمه قال لي كلمه، قال لي اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره. دي حسيتها بعد ما رحت فرق تانية. بجد الاهلي حاجه تانية، مش بقول كده على اساس ان انا اهلاوي او في قناه النادي الاهلي، دي حقيقه. تعلمت كل حاجه، كل يوم بتتعلم حاجه، شكل حتى من عامل في النادي الاهلي بتتعلم حاجه. المنظومه بشكل عام، بص رغم كل اللي بيحصل والاجيال بتتغير، الا الاهلي واصل ماشي بنفس الليفل وبيحقق بطولات. ده مش من فراغ، ده لانه المنظومه نفسها بتعرف تتطور، بتتطور ومتكامله، صح؟ يعني كل حاجه بتتغير، لكن يبقى النادي الاهلي هو اللي فوق، وفرق كبير بينه وبين الانديه الثانيه بصراحه. يعني مين اقرب الناس اللي كانوا ليك في الجيل بتاعك؟ لا في كتير، كنت يعني مش عايز اقول يعني اسماء معينه، بس في كتير. انا بطبيعتي علاقتي حلوه مع الناس كلها. وحته ان انا بصراحه اقول لك على حاجه، عارف انت بحكم ان انا فلسطيني ففي تعاطف كان معايا من جمهور النادي الاهلي ومن اللعيبه وكده، فلقيت احتواء كبير قوي بصراحه. سواء من الناس الكبيره، ويعني مثلا ابو تريكه، جمعه، بركات، محمد شوقي، الناس دي كلها فاهم، من الناس اللي قريبه على قلبي، وكل الفرقه كانت بتعاملوا معايا بشكل بصراحه راقي، وعرفت ادخل في المجموعه كاني بقالي معاهم سنين. دي ميزه بصراحه موجوده في النادي الاهلي. خدت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ خمسه. قد ايه دوري؟ اتنين دوري؟ بص انا يمكن، بص عشان الناس بس تحكم، الجيل القديم برضه كان بيواجه صعوبات عشان ما نقساش على الناس طبعًا اللي موجوده. طبعا يعني انت كنت موجود، اكيد في ظروف مرت عليك اسوأ من كده، وظروف صعبه، وفي ماتشات بتبقى المستوى نازل عامل كده وبترجع تاني. طبعا مفيش فرقه في العالم بس عشان يوصل للناس، رغم ان انا من الجيل القديم ده، بس برضه كنا بنتعرض لحاجات وظروف صعبه. جت فتره اخر ماتش احنا 2008 2009 خدنا الدوري بماتش فاصل مع الاسماعيلي. مظبوط، في اسكندريه. حرس الحدود. فلافيو. طبعا وصلنا. تخيل انه الاهلي يوصل، فانا بقول لجمعه قدامي، وانتوا جايين على حظي، كان اول مره العب اساسي، انتوا جايين على حظي تعملوا كده يا جمعه. ففي ماتشات، بس في نفس الوقت الماتشات دي بينت للناس وعلمت مع الناس، لانه كان اصعب دوري ياخده النادي الاهلي. اعتقد كان زمان كنت باجي وبسمع قبل ما اجي الاهلي بياخد الدوري قبل دوري ما يخلص. كان مثلا بيدي 4-5 اجازه مستر مانويل. كان بيدي 13 واحد اجازه. هو خلاص، هو ضمن الدوري. وهو نفسه بياخد اجازه 7 ماتشات. بس جه على حظي انا الاهلي. بس بص هو لعله يعني جت حلوه في صالحي، ان انا يعني عارف انت الناس كلها بتبص لك. طبعا عملت يعني ماتشات حلوه مع النادي الاهلي الحمد لله، وزي ما بيقولوا يعني بجد كنت شرف عظيم ليا اني اكون جزء من المنظومه دي. اخيرا يا رمزي، لو حابب تقول كلمه بقى لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي قبل المباراه اللي جايه المهمه جدا امام وفاق سطيف، وقبل ان شاء الله المباراه واللي بيحصل ده كله، تقول ايه؟ اقول الكلمه اللي قلتها، اتمنى من جمهور النادي الاهلي ما يعني ما نجريش ورا السوشيال ميديا قوي، او الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا. ندعم المدير الفني اللي موجود الكابتن موسيماني، سواء مفيش مدير فني ما عندوش اخطاء طبعا، لازم ندعمه طبعا، وما نفرقش بين محلي وافريقي. في النهايه الدوري نفسه طويل، والاهلي يعني اللي بيكسبه يبقى نفسه طويل، والاهلي بيعرف يتعامل مع الموضوع ده، وعندنا خبرات سابقه في المواضيع دي، والدلائل بتشير لكده. الاهلي قادر انه يرجع للدوري بالسهوله يا رب. ولو يا رب. تيجي تحسبها الماتشات المؤجله مش هتلاقي انه في اصلا فارق. دي حاجه. تاني حاجه، اتمنى دعم المدير الفني، واتمنى اللعيبه تفكر في ماتش السبت ده بايجابيه، ما تفكرش ان هي تروح الماتش وهي كسبانه 4، لانه كره القدم ما بتعرفش يعني تدي اللي بيديها. وتاني حاجه واخيره، اتمنى من الاعلام المصري كله سواء هنا او في اي مكان تاني، انه خلاص نقفل مساندة النادي الاهلي بقى، ونقفل صفحه انه الماتش يتغير او ما يتغيرش.
الاتحاد الافريقي مش هتاخد منه امل ومفيش فايده فيه. في النهايه انت لازم تروح هناك بايجابيه رغم التحكيم رغم الظلم ان هو الملعب مفيش حياديه في الموضوع. ايوه. لكن ده كله يتعامل في صالح النادي الاهلي وده يطلع طاقه لعيبه النادي الاهلي ويكونوا رجاله ويرجعوا بالبطوله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رمزي، شرفت ونورت، كنت سعيد جدا بوجودك معايا وان شاء الله دايما تشرف وتنور معانا. حبيبي ربنا يخليك، ليا الشرف وانا سعيد والله اتكلمت معاك وواحد سعيد في البيت. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن رمزي صالح. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده قرارات او قرار تم اتخاذه للنادي الاهلي هيلعب المباراه النهائيه، او اتخذ الاتحاد الافريقي قرارا بان المباراه النهائيه ستلعب في مركب محمد أو في ملعب مركب محمد الخامس ان شاء الله يوم 30 مايو القادم. اتكلمنا في حاجات كتيره جدا، ولكن في النهايه ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت ابتداء بقى من يوم الاحد برضه هيبقى عندنا كلام اخر وكتير جدا نقدر نتكلم فيه. عايز اقول لحضراتكم ان بكره مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في دوري في نهائي في سلسله نهائي الدوري، المباراه الثانيه بكره. المباراه كانت الساعه 8:30 اصبحت في تمام الساعه 9:00، هتبدا الساعه 9:00 فان شاء الله استوديو تحليلي قبل المباراه، والمباراه هتبقى مع حضراتكم على الهواء مباشره ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد في كره السله. ثم بعد نهايه الاستوديو التحليلي هكون مع حضراتكم ساعه واحده بس على الهواء عشان نشوف التطورات اللي بتحصل في هذا الامر. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير. اشكركم واشوفكم على خير.